تم إدراج أسهم شركة النقل الجماعي سويفل في بورصة ناسداك، وتعد أول شركة يونيكورن، أي شركة قيمتها تتخطى المليار دولار، تخرج من الشرق الأوسط. تم إدراج سويفل من خلال شركة كوينز جامبت، وهي شركة أمريكية للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، مما سمح لسويفل بالاستفادة من العديد من المزايا. دي بتبقى ليها عدد من المميزات. اول حاجه ان هي العمليه كلها بتبقى اقصر شويه، خصوصا المرحله الاولانيه اللي هي المرحله ان احنا اكتشلي بنجمع الاستثمارات. دي بتبقى مرحله نوعا ما قصيره، فاحنا في خلال شهرين من مايو ليوليو نجحنا ان احنا نجمع الاستثمارات وان احنا نحدد سعر الصفقه اللي هو كام مليار ونص دولار لسويفل. وبعد كده بقى من يوليو لغايه مارس لغايه ما كملنا، دي كانت احنا ماشيين بقى مع هيئه الرقابه في امريكا، ماشيين في خطوات الطرح القانونيه. خلال الربع الاول من عام 2022 ادخلت الشركه 27 مليون دولار من بيع تذاكر، بزياده قدرها 27% عن الربع الرابع من عام 2021. وحققت الشركه نموا بنسبه 430% على اساس سنوي. ومع ذلك فقد واجهت الشركه العديد من المحن، ابرزها جائحه كورونا. كورونا العمليه وقفت خالص، يعني في الويف الاولانيه البيزنس نزل لصفر، وفي الويف الثانيه برضو البيزنس نزل بشكل كبير جدا. بس الميزه ان احنا دلوقتي بقى عندنا النطاق العمليات نفسه بقى واسع جدا، من كدول وزن حوالي 20 دوله، وكنوعيات النقل نفسها احنا بننقل الناس على، يعني ممكن تحجز من ابلكيشن على طول سواء جوه المدينه او ما بين مدن. عندنا البي تو بي اللي هو بنخدم شركات، مدارس، جامعات، مصانع من خلال سويفل. عندنا البي تو جي اللي هو البيزنس تو جوفرمنت، ان احنا اكشلي بناخد التكنولوجيا اللي احنا عاملينها وبنرخص التكنولوجيا دي حكومات ولشركات نقل تانية إن هي تنقل الناس من خلال سويفل. تأسست شركة سويفل في عام 2017 في مصر داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث حاول ثلاثة رواد أعمال هم مصطفى أنديل، محمود نوح وأحمد صباح إيجاد حل لمشكلة النقل في مصر من خلال مشروع يزيد من كفاءة البنية التحتية القائمة. بالنسبه طبعا النقطه ان احنا ما بنتركش حاجه، وهي دي من المميزات الرئيسيه اللي بتخلينا نقدر نتوسع بسرعه دي، لان احنا لو كنا كل مكان محتاجين نروح ومحتاجين نشتري اتوبيسات ونعين سواقين وكده ما كانش الموضوع هيبقى ابدا بالسرعه دي. فهي الميزه الرئيسيه ان هي الباصات والاتوبيسات اللي احنا بنستخدمها هي موجوده في كل الدول، بس كل فكره ان هي الكفاءه بتاعتها التشغيليه مش عاليه، لان هي بتشتغل عاده مع نوع معين، يعني مثلا مع مدرسه، مع جامعه، مع شركه سياحه وكده. ولكن كفايه ناخد الاتوبيسات دي وبنمكنها من ان هي تشتغل مع كل انواع سواء الافراد او سواء البي تو بي كاستمرز العملاء. فبالتالي دي اللي بتخلينا نقدر نتوسع بشكل اسرع بكتير. نمت سويفل خارج مصر والشرق الاوسط، وتوسعت من خلال سلسله من عمليات الاستحواذ الذي سمحت لها بدخول سوق امريكا الجنوبيه، افريقيا وكذلك اوروبا. تعمل تحت مظله سويفل مجموعه من الشركات بما في ذلك زيلو، فولت لاينز، شاتل، دور تو دور، وفايا بول. كان معكم جيداء شكري، مراسلة تلفزيون الجامعة الأمريكية بالقاهرة.